ديما وعمران مع بعض هلأ، مو هيك زياد بيك؟ اي نعم. أوه، بشكرك يا ربي على اللي عملته. بس يا ترى ممكن انهم يمروا بطريقهم على المستشفى قبل ما يجوا على البيت؟ ليش بقى زياد بيك؟ صارت منيحة. ايه البنت منيحة، بس شو وضع الجنين؟ لا تاكل هم زياد بيك، البيبي كتير منيح وديما منيحة. نحن عرفنا انه ديما صارت منيحة، بس كيف تأكدتي انه الجنين ما صابه شيء؟ شو قليلي؟ لانه حسني قلبي وقلبي ما بيغلط زياد بيك. يلا يا تيتا خلينا نقوم ننام. زياد بيك شو صار لك؟ زياد بيك؟ أنا منيح، بس فجأة حسيت حالي دخت. زياد بيك أنت أخذت دواء الضغط اليوم ما؟ أخذته. متأكد؟ لا أنا نسيت أخذ حبة الضغط. آه زياد بيك حرام عليك، يعني بدي أفهم شو هالإهمال زياد بيك؟ معقول تنسى دواء؟ الدكتور نبهك إنه لازم تاخده كل يوم وبوقته. تفضل اشرب. طب مني راحت الدوخة؟ معقولة بهالسرعة تروح الدوخة؟ لسه ما حلها توصل الحبة على معدتي. أكيد القصة معناها سحر. شو بعرفني أنا؟ من خوفي عليك عقلي توقف عن التفكير بهي الأمور. لا تقولي هيك، أنت أعقل من الكل وأفهمون، ومن دونك كلياتنا منضيع بشربة مي. يا ريت لو فيني أعمل أكتر من هيك زياد بيك. عم بعمل اللي بيطلع بإيدي، بس أحياناً الصح والغلط بيفوتوا ببعضهم يا زياد بيك. مر شي لحظة بحياتك اندمتي على زواجك مني؟ معقول شو هالحكي هاد؟ عم تسألني هالسؤال بعد هالسنين؟ ليش ما بدك ياني اسأله نعمة خانوم؟ كان وشك كتير حلو علي وغير لي كل حياتي للأحسن. كنت شاب وطايش كتير، دخلت على قلبي وما في شي أغلى منك أبداً بحياتي نعمة خانوم. لا منيح والله. شو جعل بقلك تحكي هالحكي بنصاص الليالي؟ هالحكي ما بيعرف وقت نعمة خانوم. الحياة قصيرة وما منعرف لأيمتى منضل عايشين فيها، لهيك كل شي بيخطر على بالنا ضروري كتير نحكيه. ليش عم تحكي هيك؟ الحياة قدامنا طويلة وحلوة كتير زياد بيك. جايينا حفيد حلو رح نحمله بحضننا، ورح نلعبه وندلله، ورح نجوزه. ايه رح نجوزه ان شاء الله. يا روحي انت. لا تيبسي راسك، خلينا نروح على المستشفى بيشوفك الدكتور. لا حبيبي انا منيحه، لا تخاف علي، برتاح لما اكون جنبك. طيب رح تقدري تنامي؟ على الاقل هنيك بيعطوكي شي مهدئ. لا لانه مو جاي على بالي روح عمران، الي كم ساعه بدون نوم، رح نام مثل الاولاد لما اشوف التخت. وطالما البيبي منيح. شوفي صاير شي لابني؟ لا لا منيح هلا. قولي يلا شو صاير عمران؟ ابننا منيح، بس لسه في خطورة بالإجهاض، هيك قالت الدكتورة، وقالت إنه هي قصة بتصير أول 3 أشهر. سيدي فيني احكي تليفون ضروري؟ وقع على اقوالك بعدين تتصل. هون ما؟ ايه هون. مثل ما قلت له بشو عنده بسرعه لو سمحت. حاضر.
في اطباره رقم 101 بياخذها عندك. ما عم يردوا. بس سيدي حاول تتصل كمان لو سمحت، اكيد برد. بترجاك. شكرا كثير. رد على الموبايل بقى، رد خلصني. الو، شو مخفر؟ الو محمود، هاد انت؟ ايه، مين بده يكون؟ انا بالمخفر، بدي اطلب منك طلب كتير مهم. شو بدك تطلب؟ لك انا مو قلت لك انه هالقصص فيها سجن؟ فيصل، ليك حاليا ما بدي اسمع ولا كلمة منك. رفيف قال بالمستشفى، اخي روح ولاقيها، فهم وضعه وخبرني، وإلا بجن هون إذا ما عرفت شي عنا. شو؟ خلص ماشي، رح أفهم وخبرك. إيه شكرا، عزبتك معي. خلصنا، خبرني فورا. طيب رح خلص. اسمع، لاقيه فورا وخبرني بسرعة، ماشي؟ يلا أخي، يلا بخاطرك. شكرا كتير، يسلموا إيديك. بلا ما نحكي بهالقصص هلا، من غير شي نفدنا اليوم من هالمصيبة. أنا برأيي بكرة منحكي سوا مع الدكتورة. طيب شو قالت لكم هي؟ قالت إنه الخطورة بتصير بالشهور الأولى، واحتمال الإجهاض كبير لأنه جسمه ضعيف كتير. إيه كمان سألتني إذا في احتمال تكون حبت تجهض الجنين بإرادتها. طبعا هذا حكي موارد لأنه ما بتعملها. ليش متأكد إنه الحكي مانو وارد؟ شو صار لك كأنه أنا عم جيبه للحكي من عندي؟ مستحيل يعني؟ هي قالت ما بقى بدي وبدي أجهضه، مو هيك صار؟ بلى، بس ما نزلته، قلنا له القرار إلك. أنت قلت؟ إيه أنا قلت له، لأنه هيك قرار بيرجع لها. قلت له إذا ما بدك فيك تنزلي، بس ما قبلت مع أنها بتقدر. يمكن رجعت غيرت رأيها، نحن كيف فينا نتأكد؟ وبعدين ما بنعرفها من قبل، بالنسبة إلنا غريبة. الأحسن إنه نحاول نتعرف عليها. ابننا ببطنة إلها وعم تحس بدقات قلبه، لهيك حتى لو بدنا ما عاد فينا نعتبرها غريبة. ليش ما نمت لهلا؟ مو جايني نوم. انت منيح؟ كأنك مزعوج. لا ما في شي، انت منيحة مريم؟ شبك اخي، انت عم تخوفني، شلون اجى على بالك بنص الليل تسألني اذا منيحة ولا لا؟ استغربتي؟ حاسس انه عمران اللي عم يحكي. يبعت لك الهنا اخي. مريم شكرا، شكرا، هديت بفضلك انت. فضلي؟ ليش شو عملت انا؟ خلص بقى لا تشغل بالك، تركتي العشاء والحقتيها، انت الوحيد اللي طيبتي خاطرها. يا الله. طيب لا تكتر شرب. حاضر، تصبح على خير. ليش ما نمتي لهلأ؟
بتتركني وبتروح وبتستغرب اني ما نمت؟ ليش اذا بدي نام رح اقدر؟ لو ما انسحبت كانت كبرت القصة. الاحسن انه نسكت وننسى. انت عارفان شو عم تقول هلا؟ شو بدي انسى؟ لك ما تركوا شي ما قالوه بوشي قدام بناتي. لو كنت خدامي ما بيحاكوني هيك. عم تبالغي شكران. اللي بشو عم بالغ يعقوب؟ البنات شايفين امهم عم تتبهدل وابوهم ما بيحكي ولا له دخل بهذا الموضوع. بأي وش بدك يعني اطلع بالبنات؟ البنات ما لهم علاقة شكراً. لا تدخليهم بالموضوع لو سمحتي. فكرك ما رح يتضايقوا لما يشوفوا أمهم عم تنهان وأبوهم ساكت؟ شكراً، كرمال الله. انسي بقى، لأني مليت بصراحة. فوتي ديما، أنا هلأ بالحايكة. ما بدك تفوت؟ بلا، بس لازم بالأول أحكي تليفون ضروري. طيب حاول ما تتأخر. ماشي، هلأ بيجي، ما بطول كتير. أوتيل جاكاتاي، مساء الخير. مساء الخير. نادر سيربل نازل عندكم شي؟ بس ثانية أستاذ. نادر بيك ترك الأوتيل. متأكد؟ لا تكون غلطان. لا أستاذ، ضيفنا ترك الأوتيل. طيب، شكرا لك. Belalarda senin için
غصون؟ وين البيض يا بنت؟ عندك على المجلة. ما لقيته. قولي لي ليش حطي عليهم المنشفة؟ بيكونوا تخبوا من حالهم اختي أسير. إذا بيسلقوكي أو بيقلوكي أنت كمان تتخبي مثلهم. دائما جوابك جاهز. صباح الخير. صباح النور حبيبتي. ليكي غصون نظلي فايقة بكير. أي والله خالي فقت من زمان بس مليت بالأوضة فقلت بنزل. أي منيح نزلتي. قلوا لي في شي بقدر ساعدكم فيه؟ إذا بدكم بحضر معكم شي. اختي أسيل تقطع البندورة؟ فورا بتقطعيها قطع صغيرة بس رح تقشريهم بالأول. تعي وقفي هون لشوف. طيب. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. صباح النور. الشاي جاهز أمي؟ طبعا صب لحالك. خالي أسيل هدول البندورات مو قبلانين يتقشروا. تعرفي يمكن يكونوا خجلانين منك. قصدي أقول هدول قاسين كتير. صباح الخير. صباح النور. شو شايفتكم رايقين اليوم؟ يعني فينا نقول انه بفضل البيض المتخبي والبندورة الخجلانة مزاجنا رايق اليوم. امتى بلش عندك هذا الوجع؟ الصباح بلش. يعني فقتي من كتر ما توجعتي؟ ايه وحاسة حالي موجوعة وتعبانة كتير. صباح الخير. صباح النور. نمتي منيح؟ استنيتك لتجي بس انت طولت كأنه. لما فت لهون كنتي نايمة. مرقتي بيوم صعب مو سهل عليكي. خفت كتير اني ما ارجع لك عمران. خفت يقتلني وما بقى اشوفك. حبيبتي شو رأيك إنه اليوم ما نروح على الشغل؟ إيه؟ منقضي نهار مع بعضنا. شو رأيك؟ يا ريت. اليوم صعب شوي عندي اجتماعات كتير. يعني بالمختصر ما عندي وقت حك راسي. ابقى وحياتك. ما بقدر. الله يخليك. ما بقدر. خليك. ما بدي عمران. بدي قوم. يا الله عمران. لا تخافي حبيبتي أكيد لسه متوترة من مبارح. شو صار لك؟ خير حبيبتي في شي؟ لا بس قمت بسرعة كأنه نزل ضغطي فجأة. أكيد بتكوني جوعانة وأنا جوعان. ديما. إيه حبيبي. قولي لهم يحضروا الفطور بسرعة. ماشي. خدي هدول غصون. صباح الخير أسيل. صباح النور. قليلي في عنا عجين؟ بدك عجين؟
طبعا، بس ليش؟ انا جاي على بالي اعمل فطاير اليوم. فطاير؟ بتعرفوا شو شفت بمنامي؟ شفت انه عم حضر برك فطاير بالجبنه والبطاطا. صحتين وهنا. مو زابطين؟ ايه لا، بعدين قلت لحالي شكرا، هي اكيد اشاره. معناها انا رح جهز لك العجينه، رح حط هاد بالاول. ايه طيب. طبعا بدي ضل شوف هالمنامات، اذا بدي ضل عم باكل بقدونس وملفوف. يلا بخاطركم انا رايح. باي. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. قولي لي خاله اسيل، بدك حمص كمان خبز اسمر؟ حمصي بنتي. وانا كمان اتاخرت. صحتين وهنا. موفقه بدروسك حبيبتي. بخاطركم. موفقه يا بنتي. سليم؟ نعم. سحر بلا مزحك رح اتاخر. ما حذرت سحر، عم اقول لك ما عندي وقت للعب. هاتي من ايدك. اللي تصالحنا برجع لك. بشو رح تفيدك؟ هاتيها. اللي بالاول انه تصالحنا. سحر قلت لك رح اتاخر، يلا هاتيها من ايدك. سليم اللي انه تصالحنا. لو سمحت خلينا نتصالح، أنا ما فيني أشوفك زعلان. هيك رح أتضايق ورح تخليني أشتاق لك. سامحتك. مسيك. خير ابني؟ شو صاير؟ عم تحكي مع حالك ومزعوج من وش الصبح. اتصلت بعمو اياد قلت بركي بشوفه ونشرب القهوه سوا، بس طلع موبايله خارج الخدمه. غريبه. طيب قبل ما يترك الاوتيل ما ترك رساله؟ تمام. احكي مع كل واحد كان موجود هنيك وافهم لي شو اللي صار. خلص وخبرني. طيب. صاير شي؟ لا، بس أنا حبيبتي لازم أحكي مع بابا فورا. نعم نعمة خانم. خليل طمني، صار شي بالليل؟ اللي رفيف نامت منيح يا ابني؟ نامت وما صار شي بنوم، ولما تركتها كان وضعها كتير منيح. أنا طلعت لجيب شوية أغراض بس هلأ رجعت. طالع لفوق. لا 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 تقلقي حضرتك، الدكاترة والممرضات كلهم حواليها. ماشي ماشي. بابا منيح أمينة؟ أنا منيحة، كم مرة صرتي سألتيني هالسؤال؟ شو منعمل؟ صار اللي صار، هو هلأ بالمخفر. معلش ما
أميني أنا هلأ مشغولة ولازم سكر. خبري بابا أني رح مر لعندكن اليوم، ماشي؟ طيب بشوفك. بنتي مبارح مرقتي بظرف صعب كتير، قلت بيجي وبشوفك وبتطمن عليك. تسلمي، شكراً. مو مشكلة، مرقت القصة على خير وسلامة. رفيف منيحة. ليش خبروك اليوم عن وضعها؟ ايه حكيت مع خليل وقال لي إنها منيحة. شو هالمصايب، مصيبة ورا التانية، عينه صابتنا، إن شاء الله الله بيحمينا منها. لو سمحتي، رفيف وينه؟ رفيف؟ رفيف المريضة اللي كانت هون بهالغرفة. عرفتها. صار عندها مضاعفات والدكتورة نقلتها على العناية المشددة. الدكتورة شافتها؟ ايه طبعاً. صباح الخير بابا، فيني ادخل؟ تعا ابني تعا. طمني بابا، كيفك اليوم؟ هلا انا منيح، منيح كتير. ديما منيحة؟ ايه بابا ايه. اللي مرقت فيه مانو سهل يا ابني، بقصد الشي اللي عمله محمود معها. محمود صار بالحبس بابا، محمود بالحبس. بس في شي تاني بصراحة زعجني كتير. خير يا ابني؟ اختي ومن كم يوم في مين عم بيزعجها على التليفون واجت خبرتني، وانا سألت. ايه طلع نادر بابا. نادر لساته عايش. كيف يعني؟ معقول يكون عايش بعد كل هالسنين؟ أنا رايحة بنتي. على فكرة سلميلي على أبوكي أول ما تشوفيه بنتي. بيوصل. ألو نعم خليل. كيف؟ رفيف، رفيف تعبان كتير. انت منيح بابا؟ بابا لا تواخذني، أنا يمكن كون زعجتك، بس ما عرفت شو بدي أعمل. أنت متأكد إنه نادر ما؟ يمكن يكون صاير تشابه بالأسماء. لا بابا لا، أنا رحت وشفته، كان واقف بشحمه ولحمه. كيف يعني؟ طيب شو قال لك؟ ولا شيء، ما قال لي شيء. أنا كمان تفاجأت. كل القصة إنه قبل ما يحاول يفتح تمه قلت له أختي وكرم عندي خط أحمر، وانتهى الحديث عند هي النقطة. فهمت. طيب عفوا بابا. نعم خليل.
ما عم بفهم، اشرحي لي دكتورة، البيبي له علاقة؟ ما قدرت حدد السبب، بجوز يكون شي دواء عمل هالمضاعفات. أي دواء؟ أكيد حضرتك بتعرفي شو الأدوية اللي أخدتهم. طبعاً بعرف، يلي صار معه غريب، بجوز تأثير جانبي لشي دواء، وبجوز رح كون صريحة، يلي صار معه غريب شوي، بس يلي متأكدة منه إذا ما تدخلنا بأسرع وقت ممكن نخسر المريضة. فيني أعرف شو ناطرين؟ تدخلي. نحن جاهزين لأي طارئ، بس كملي. في حال صار وتدخلنا بالوضع مستحيل البيبي يضل عايش. قدار، شو انت مانك جوعان؟ هدول خالي غصون جابت لك ياهن خصوصي إلك، يلا كرمالي كل من إيدي. نظلي كيفك؟ شو عم تعملي؟ منيحة بصراحة، أنا كنت عم حاول طعمي الأرنب أكلاته. إذا بدك من طعمي أنا وياكي. ما عم يرضى ياكل. أي يمكن مانو جوعان؟ يمكن، معناها بس يجوع رح يأكلهم لحاله. قدر كتير لذيذ على فكرة. قلتي قدار؟ شو خطر ببالك تسميه؟ أختي اللي سمته. أنت بتعرف البيت يلي أختي هلأ ساكنة فيه؟ بعيد من هون يا ترى؟ بنو مانو بعيد. عن جد؟ بس أنا ما بقدر روح شوفها، نعمة خانم هيك قالت لي، قال لأنه في حدا مريض بالبيت. ايه حبيبي كرم. الو مرت خالي، عم عطلك عن شي؟ لا ابدا ما عندي شي احكي. كنت عم اقول لحالي اذا فاضيه بركي انا واختها لرفيف منروح على بيت عمو مسعود. يعني منه انا بشوفه وبتطمن عليه وهي كمان بتشوف اختها. كرم كلك ذوق، بس بصراحه اليوم مو مناسب ابدا، لانه عنده جلسه علاج فيزيائي وتعبان شوي. فهمت، معناها منزوره غير مرة. ماشي، برجع بحكي معك بعدين. تمام مرت خالي، تمام، شوفك. باي باي. شو قالت لك؟ قال اليوم مو فاضيين أبدا، بس أنا بوعدك إنه بيقرب وقت رح أخدك لحتى تشوفي أختك، اتفقنا؟ أهلين حبيبتي ديما. اسمعيني أمينة، كرم إجا لعندك شي؟ بنوب ما إجا. أصلاً اليوم ما حدا إجا لعنا ولا حدا اتصل، ليش صاير شي؟ طيب اسمعيني، إذا إجا لا تفتحي له الباب. مين ما بيجي لعندك لا تفتحي له الباب أبداً، مو بس كرم، ماشي؟ يلا أنا برجع بحكي معك. طيب ماشي حبيبتي. انتبهي منيح، إيه؟ بهاليومين ما ضل كذبة وما كذبتها، مثل مالك شايفة صرت محترفة. وبفضلك انت. فضلي انا ما كتر خيرك، مو اصلا هالكذب كله بسببك انت، نسيتي؟ هي أول مرة بسمع فيها دقات قلب ولد. عن جد شعور كتير غريب وحلو. ايه كأنه عم يحكي معك. تعرفي أنا هلأ لحسيت إنه في ببطنك روح، وأنا قبل ما أسمع صوته ما كنت حاسة فيه. أمي كانت تقلي إنه هالإحساس كتير حلو، بس ما كنت أفهم عليها بالأول. وبنفس الوقت الولد ما بدي أخسره لأني تعلقت فيه. أنا شو بدي أعمل؟ تعي خلص اهدي. كيف بدي استحمل؟
الله يخليك يا عمران بيك، ساعدني أنا تعبت كتير. خلص بيك بترجاك ساعدني أنا تعبت كتير. شو شايف؟ العيلة كلها اجت على المستشفى، والله هالرفيف مو قليلة. عمران ابني، مو قالوا انها تحسرت؟ مو على اساس كل شيء رح يكون منيح؟ شو صار لهالبنت؟ عفوا، ممنوع تضلوا واقفين هون، ممكن تتفضلوا لبرا لو سمحتوا. ماشي طيب. ابني قلي قدرت تحكي مع رفيف ولا لا؟ هلا خلينا نطلع من هون وبرا بحكي لك كل شيء. يعطيك العافية يا أخي، أنا ما رح أطلع. ممكن أطلب منك طلب صغير؟ تفضل أخي اطلب. متأكد من الحكي اللي عم تقوله؟ يعني البيبي مستحيل يعيش؟ الدكتورة هيك حكت أمي.